السلام عليكم، انا بن سعيد هدى من جمعيه الاوراش والثقافات والرفق والحيوان، وجيت لهنايا قدام برنامج باش كنحاولوا نسنوا واحد القانون لحمايه الحيوانات الضاله ولا لقتل الكلاب والقطط، لان كاينه ميزانيه للتلقيح والتعقيم وارجاع الى امكانها. القتل حرم الله سبحانه وتعالى، وهم امثالنا، ونتمنى من الله ان هذا الشيء يوصل لاعلى المراتب في الدوله، وانهم يساعدوا هذه الكائنات لجميع الجهات، بدون استثناء. جاوب ما كاينش. انت كتعطي مراسله من هنا، هو صباح غدا كيسبق قاتلك 50 و 60 واحد اخرين. ما كاينش. ودابا حنا راه المغرب كامل واقف في هذه الساعه. المغرب كامل بدون استثناء كلهم كاينه وقفه في هذه الساعه اللي واقفين فيها حنايا، كلشي المغرب واقف على هذا الشيء. قلت له هذوك الكائن البكمات اصلا ما دايرين والو، هما جالسين مثلا كلب او لقط جالس في حومه، انت كتعطيه ياكل وانا كنعطيه ياكل، ما كيادي ما كيدير حتى شي حاجه. وكاين كلاب بالحلقات ديالهم يعني معقمين وتقتلوا، وكاين صور وكاين فيديوهات يعني معقمين يعني فاكسيني وكل شيء بالحلقه ديالو، يعني ما خصوش يتقتل هذاك، ما خصوش يتقاص، يعني ما عندوش يقول لا مسعور، راه ما مسعورش ومع ذلك تقتلو. هي الجماعه وداك الشيء والوزاره الداخليه على حسب هذا القانون اللي تدار في 2019 انهم يطبقوه. هنايا دايرين بان خصهم يتعقموا ويتلقحوا ويرجعوا لبلاصتهم، هذا هو القانون اللي بغينا يطبق صافي لا غير. الا طبق هذا راه حنا خطينا واحد بزاف الاشواط. ما ملقحش هذاك الشيء علاش؟ خصو يتلقح، لانه هو هذيك من تجيه لا شالور داك الشيء كيولي واحد المشكل، ولكن منع يكون فاكسيني ومعقم وما هذا ما غاديش ياديك. خارجه لهذا الشيء، ها هو النظام، ها هو كل شيء مكتوب هنا، كل شيء مكتوب هنايا بان كاينه ميزانيه باش يديروا اتفاقيه مع البياطيره معايا كل شيء باش يعقموهم ويلقحوهم ويرجعوا لبلايصهم. تطبيق لهذا الشيء، اللي سنته وزاره الداخليه مع البياطيره ومع الجماعات المحليه. هذا هو النظام اللي خصو يطبق، الا طبق هذا ما بقاش المشكل. الرساله ديالي هو يا كفى 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 من القتل، تطبيق القانون اللي سنيته في 2019. انا كمواطنه يعني حنا اليوم دايرين وقفه احتجاجيه ضد قتل الكلاب، لان حاليا كنشوفوا واحد مجزره يعني ما مقبولاش لا شرعا ولا قانونيا، يعني ما كاينه لا في ديننا الشرعي ولا في التشريع القانوني للدوله، بحيث حنا كنطالبوا ما جاء في اتفاقية، يعني مشروع تطعيم والتعقيم وإرجاع الكلاب والقطط لأماكنها الأصل. هذا ما نطالب به فقط، لكن حاليا كنشوفوا فقط القتل، قتل بأبشع الصور، يعني كاين قتل خنقا، قتل بالضوء يعني بالكهرباء، قتل بالسم، قتل بالقرطاس. يعني حاليا حنا في الرباط وسلا الحمد لله ما شفناش القتل أمام الملاء بالقرطاس، لكن في مدن أخرى راه حدث ولا حرج، يعني واحد المزالة يعني راه ما تصورش. ونتمنى سيدنا يتدخل في هذا الأمر هذا، لأن حنا مرضنا نفسيا، حقا مرضنا نفسيا، ما نقدروش يعني نشوفوا واحد المجزرة، يعني الكلاب مساكن راه هي تيا أرواح كما قال الله سبحانه وتعالى، هم أمم أمثالكم، يعني توما روح بحالنا بحالهم، يعني ما يمكن ما نقدرش أنا نشوف واحد الروح اللي هي كتقتل بدون أي ذنب، يعني شنو ذنبها؟ لأنها هي بكمة، لأن ما عندهاش حق، حيت ما عندهاش لسان باش تنطق، حرام هذا الشيء. يعني حنا كنستنكروا هذه المسألة هذه، ونتمنوا جلالة الملك يتدخل في هذا الأمر هذا، لأن الأمر يعني فات ما هو قانوني، وفات هذاك الشيء اللي ممكن حنا نتقبلوه كمواطنين، فات يعني ما بقيناش قادرين نستحملوا هذا الأمر هذا. ونتمنوا يا ربي نتوفقوا، ونتمنى يكون تغيير، ونتمنى وطبق الاتفاقية. يعني حنا كنطالبوا فقط
بالتطعيم والتعقيم، هذا اللي كنطالبوا به ونتمنوا يا ربي نوصلوا لهذا الامر هذا. السلام عليكم. فتيحه سعيداني، عضوه في لائقة الكلاب. انا أنستنكر هذا الفعل وهذا الاجرام في حد ذاته، لحقاش ربي ما خلقناش غير حنا بوحدنا فوق الارض، راه نهار الاول خلق معنا الحيوانات الطيور. بينما انا كنتفاجئ، انا كل نهار كنتسد الاباده ديال الكلاب والقطط، دابا ولا حتى القطط وصل بهم البطش انهم يقتلوا حتى القطط، الحاجه اللي جميع الدول كتحميهم الا حنايا اللي في المغرب، ما عرفش علاش. وربي تيقول من احيا نفسا كما احيا الناس جميعا، فهمتي؟ يعني اننا غتسنا نحاولوا بما امكن نحدوا من هذه الظاهره هذه، ونهار على نهار هادشي راه كيتزاد، حيت كل ما كنزيدوا نتعطلوا باش نتيروا لاتونسيون ديال الراي العام، كل ما الاباده كتزيد تكثر. ومن هذا المنبر انا كنناشد السلطات واصحاب البلديات وصحاب المراكز انهم يساهموا معنا ويعطيونا يد المساعده باش نوقفوا هذه الاباده. انا كنقول زعما في الثمن ديال هذا القرطاس ياخذوا هاد الفلوس ويديروا لهم غير تعقيم، تعقيم باش ما يتكاثروش، ورحموهم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. معك ندى، جيت اليوم متطوعه بور دينونسي هادشي سكي سباس، هادشي اللي كيديروا البلديات من قتل في حق الكلاب. هادشي كيسيء ليماج ديال المغرب دوليا. كنتمنى، ما عرفتش علاش لم يتم تفعيل اتفاقيه 2019 تحت الاوامر الملكيه بانه يتبناو البروجي ديال تعقيم والتلقيح ديال الكلاب، كلاب الشوارع في المغرب، بدل القتل الممنهج والاباده اللي كتشمل هاد الكلاب. هو وقف الاباده، لان هذا الشيء يسيء للصوره ديال المغرب، هذا الشيء ما فيهش انسانيه. حنا بغينا المغرب تكون عنده صوره مزيانه دوليا. ولينا كنسمعوا بلي دي توريست سون طران دو بويكوتي المغرب على ود هذا الشيء اللي كيوقع، على ود لي زيماج اللي كيوصلوهم ديال القتل البشعه، ديال القتل لهاد الكلاب مساكن. حنا عرفنا بلي كان ان اكور في 2019 ما بين وزاره الصحه ووزاره الداخليه وهيئه البياطره باش يبداو في لو بروجي ديال التعقيم والتلقيح ديال هاد الكلاب. بدل هاد الشيء البلديات تقوم بالقتل ديالهم بالرصاص بالحرق بجميع انواع الاباده بطريقه فريمون لا تليق لا بصوره المغرب ولا بالثقافه المغربيه ولا بديانتنا. مدافع للحيوانات، محب للحيوانات، كنشوفوا كيف ما كنشوفوا هذه سنوات وحنا كنتقاتلوا على هذا الشيء ديال الاباده ديال الحيوانات، ولا زال داك الشيء مازال باقي كيف ما هو، في الحين انها خرجت ميزانيه ضخمه زعما باش يتعقموا الكلاب ويرجعوا للاماكن المخصصه ديالهم. كنتفاجئوا بان القانون ما طبقش، وباقيين كيستمروا في القتل والتسميم، وداك الشيء ما تيضرنا في خاطرنا وتيخلينا مراض نفسانيا يعني، فهمتي؟ وشنو نقول لك، زياده على ذلك بغيناهم يطبقوا القانون باش حنا دابا ولينا حنا كنخسروا الفلوس من جيبنا، ولينا كنديروا لي بوك الكلاب وكنعقموهم خوفا كنعقموهم وكنديروا لهم لي بوك خوفا عليهم انهم يقتلوهم. ماشي ولينا كنصرفوا حنايا من جيبنا. وهذا الشيء هذا راه حسب الدين الاسلامي. الدين الاسلامي ما يبغيش بحال هكا. الانسان راه تيقول لك ساكت على الحق راه شيطان اخرس. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.